الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم في حل كتاب التمارين الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني الفصل 10 الدرس الرابع. ما النقاط التي تمثل كل كسر مما يلي؟ النقطة ألف، شو تمثل؟ شوف النقطة ألف شو تمثل؟ 1 على 2، شوف 1 1 على 2، 1 على 3. ليش قلنا 1 على 3؟ لأن هنا نص، هنا ثلث، هنا ربع، ربع نص، 1 على 3، 1 على 3. النقطة باء، أوكي، 0 1 على 3. شو تمثل؟ 1 على 4. هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.